get low when the whistle go. راموس مال راموس راموس استغرب استغرب الفرق تعرف راموس من سنوات كيف يتناسونه في منطقة الجزاء يا ولدي راموس يتقدم احمل له 5 حراس أجل المهمات المستحيلة نعم القائد الكابيتانو راموس القائد الذي دائما ما كان ملهما لريال مدريد دائما ما كان مهما في الأوقات الصعبة ورجل المهمات المستحيلة هذا مدافع عن 1000 مهاجم في كرة القدم اي والله اي والله انت مدافع عن 1000 مهاجم أرقام كبيرة 4 بطولات في دوري الأبطال كأس عالم بطولة أمم أوروبا أولى في 2008 وثانية والعديد والعديد من الأرقام التي سجلها الكبير جدا الحديث عن سيرجيو راموس ثم يأتي بعد ذلك أحدهم ليقول راموس لا يصنف من ضمن الكبار في كرة القدم ضمن المدافعين الكبار يا رجل يا رجل قد يكون هو كبيرهم كيف يخسرون ولديهم هذا راموس ربما الجميع يعرف جيدا خطورة راموس في الكرات الثابتة في الركنيات بالذات دائما ما كان خطيرا في ضربات الرأسية في الوقت اللي الكل يقول ريال مدريد خسر ريال مدريد تعثر راموس لوحده يقول لا ملوش حل راموس ملوش حل أبدا راموس